شهدت العاصمة البحرينية المنامة مناوشات مساء السبت بين الشرطة وناشطين من المعارضة، وقال ناشطون إن قرية قرب العاصمة شهدت أيضا تظاهرة شارك فيها الآلاف، ذلك قبل ساعات على انطلاق سباق الفورمولا 1 للسيارات. المعارضة كانت قد دعت المشاركين في السباق إلى مقاطعته وهددت بتصعيد الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح. قبل ساعات من سباق فورمولا 1 أكدت جمعية الوفاق الإسلامية العثور على جثة ناشط معارض في إحدى القرى، واتهمت الحكومة بالمسؤولية عن مقتله، فيما صعد ناشطون بحرينيون حركة الاحتجاجات التي دخلت شهر 15 استجابة لنداء ائتلاف 14 من فبراير الذي دعا إلى 3 أيام من الغضب تزامنا مع المناسبة. نبيهم يسمعون، نبيهم يجون يشوفون. أنا وحدة أم معتقلة، قلبي احترق على ولدي، ما عندي إلا هواه، 20 سنة قطوا عذبوه 2.5 شهر، يعني ما خلوا شيء ما حسوه في ولدي. ما بقهر ما مقهورة، والله العظيم كان ولدي شهيد، والله أحرق البحرين حراق. وكانت مواجهات قد اندلعت في قرى تبعد حوالي 4 كيلومترات عن حلبة البحرين الدولية في الصقير، وأشعل شبان إطارات في الشوارع المحاذية لقراهم واشتبكوا مع الشرطة، كما رددوا شعارات معادية للنظام، فيما طاردت الشرطة المحتجين. المعارضة التي تطالب بإلغاء السباق وجدت أيضا فيه فرصة ذهبية لإيصال صوتها للعالم، نظرا للشهرة التي تحظى بها تلك المناسبة الرياضية والتغطية الإعلامية التي جعلت المملكة الصغيرة مركز اهتمام دولي. سقف مطالب المحتجين يتراوح بين مطالب معيشية وإصلاحات سياسية تقود في النهاية إلى ملكية دستورية، وبين الدعوة لعزل رئيس وزراء البحرين ورجلها القوي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة، بل والدعوة إلى إسقاط عاهلها الملك حمد بن عيسى الخليفة، وهو ما ترى فيه السلطات استفزازاً غير مبرر وتنفيذاً لأجندة أجنبية في وقت تعمل فيه الدولة على تنفيذ إصلاحات واسعة أوصت بها لجنة تقصي الحقائق البحرينية. نشكر سكيلستون وأسرار السير سكيلستون وأسرارهم على إقامة السباق، لأن اللي صار إيش كانت كلها شغلات إعلامية مدفوعة من إيران، زين، ولا هي غير صحيحة، وكلها تمثيليات. الحمد لله أبطلت الآن، والحمد لله السباق قائم وكل الأمور قائمة وكل شيء طبيعي. مع بدء العد التنازلي للسباق فرضت البحرين إجراءات أمنية مشددة، حيث قامت بنشر آليات مصفحة على المحور الرئيسي الرابط بين المنامة والصخير، حيث نصبت بوابات إلكترونية لتفتيش الجمهور والحقائب. وكان ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة قد استبعد احتمال إلغاء السباق كما حدث في العام الماضي، مشيرا إلى أن الإلغاء سيصب في صالح من أسماهم بالمتطرفين، كما اعتبر أن الاحتجاجات هي جزء من العملية السياسية في أي بلد.